السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول: الحوثيون ردا على شكوى إسرائيل لدى مجلس الأمن. ضز في مجلس الأمن وضز في إسرائيل. وإلى التفاصيل، تقدم كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بشكوى لمجلس الأمن الدولي احتجاجا على الهجمات اليمنية. وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية إن سفير إسرائيل بالأمم المتحدة قدم شكوى لمجلس الأمن بشأن الهجمات التي أعلن أنصار الله المسؤولية عنها. وأمس الاثنين أعلن متحدث قوات صنعاء العميد يحيى سريع عن تنفيذ عملية عسكرية جديدة أسفرت عن تعضيل الخدمة في عدد من القواعد والمدارات الإسرائيلية، وهي العملية العسكرية الخامسة لليمن في عمق الاحتلال الإسرائيلي ردا على المجازر الصهيونية في غزة. ورأى مراقبون أن تقديم الاحتلال لشكوى لمجلس الأمن بشأن الهجمات اليمنية دليل على عجز الكيان وعدم قدرته على الرد. من جانبه بارك عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم للقيادة والمؤسسة العسكرية العمليات الناجحة باتجاه عمق كيان العدو الإسرائيلي. وأكد القحوم في تصريح للمسيرة اليوم الثلاثاء ردا على شكوى إسرائيل لدى الأمم المتحدة أن زمن الاستفراد بفلسطين ولا، وأن العدو الإسرائيلي وأمريكا يجب أن يعلم ذلك. وقال القحوم إن الرسائل العسكرية العابرة للحدود هي رسالة للأمريكي بأنه لابد أن يكف عن استهداف الفلسطينيين. وأضاف أن هذه العمليات الناجحة باتجاه عمق كيان العدو الإسرائيلي تؤكد صحة النهج الذي تتبعه أنصار الله، وأن المقاومة اليمنية ماضية في دعم الشعب الفلسطيني ونضاله ضد العدو الإسرائيلي. وفيما يتعلق بشكوى إسرائيل لدى الأمم المتحدة، قال القحوم أنها لا تهمنا، بل إنها تؤكد خوف العدو الإسرائيلي من العمليات اليمنية. وأضاف أن العدو الصهيوني يجب أن يدرك أنه إلى زوال حتمي، وأن هذه الشكاوى هي دلالة واضحة بأن العمليات العسكرية اليمنية مزعجة له ورادعة للتوقف عن الجرائم بحق الفلسطينيين. وشدد على أن أنصار الله تريد أن يكون الإسرائيلي في موقع الشكوى حتى يكف عن جرائمه بحق الفلسطينيين. انتهى الخبر. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. وتقبلوا خالص تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.